خديجة اسمي ستية فاطمة سموا برناسة مريا داري كورس الله إلهي سنسى رسول yang penuh suka duka tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai disusui aliman tahun usianya wafat ibu tercinta Kikir bareng amalane oh, 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 oh.
Solawatan dari luar. Duri pote ditandur, ditandur ning keponaku. Ono cleren tiba nyemplung, bokira kembangnya apa. Ramo
Allahu Allahu Allah. Ya Rabbi, ya khairan mu'ti, hajatan fil nafsi. Ya Rab, kata wa safa, Salamullah ala Yasin Habibillah.
وأكرم نبي لمطالب المنة ودفع مساءة محلة لأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وصل على النبي البر بلا عهد ولا حصر إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الدين المؤمن بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤمن بظهور النبي أحمد. يا غلا بظهور النبي أحمد. يا غنانا محمد ذلك الفضل من الله. لنقطة تعيني يا الله.
إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Alhamdulillah, kita akan tutup dengan Fahtazzal Arsyu. Ya, habis ini Mahalil Qiyam, jangan ada yang berdesak-desakan maju. Ya, hati-hati barang bawaan, dompet dan HP. Ya, bismillah. Nanti lagi kita akan solawatan satu abad Nahdlatul Ulama. Ini masih terus berjalan ini, menuju ke abad kedua. Nanti di daerah masing-masing kita akan solawatan. Ya, daerah masing-masing nanti kita akan pergi ke Jawa Timur semuanya, Jawa Barat semuanya, dan nanti Jawa Tengah semuanya pula, dan luar pulau juga semuanya. Insya Allah, insya Allah kita akan terus kumandangkan solawat di seluruh penjuru bumi yang ada ini. Insya Allah, bukan Indonesia, luar negeri pula kita akan solawat. Dan di sini saya sampaikan salam dari PCINU Korea. Titip salam tadi, Habib, titip salam untuk semua. Siap. Doakan semua PCINU Korea, Taiwan, Hong Kong, Jepang dan semuanya supaya mereka sukses di sana dan kembali lagi ke Indonesia dalam keadaan selamat dan sukses semua. Amin ya rabbal alamin. Fahdazzal arsy. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش طربا واستمشارا وازداد الكرسي هيمة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
الكريم سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قط يا وجه السرور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا مماجد، يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا عيسى حل، مرحبا بصورة إلا إليك، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، يا ولي الحسنات يا الله، يا رفيع الدرجات يا صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.